يا شيخ، كأني أسافر أنا يا شيخ في مكان إلى مكان. كيف؟ إذا سافرت من مكان إلى مكان، مثلا إلى بيت مثلا قريب من أقربائي وأنا مرتاح فيه تماما، يعني هل أقصر؟ نويت الإقامة؟ عدد معين ما حتى أرجع مثلا، يعني أتسوح مثلا أزور أصدقاء أو كذا ثم أرجع. إيه. إقامتي هذه يعني ما نويت إقامة محددة يعني. وهذا البحث سبق يعني مفصل. أنت بدك تحكم على نفسك بنفسك. إن كنت يعني نويت الإقامة وهذه النية يفرضها واقعك، شو واقعك؟ أنت رايح تقضي مصالح وأعمال تضعها، فأنت ملهوج ومجهول داخلي، ولا رايح تستريح. أنت اللي بتحكم بنفسك. يعني أدرس ما في نفسيتك وضعيتك هي التي تحكم عليك، لأنك في حكم المسافر أو في حكم المقيم. ما ادري ان شاء الله في